السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنتكلم عن أهمية حزام الأمان، وفي نهاية الفيديو هنتأكد أن الوسائد الهوائية مش كفاية أبدا للحفاظ على حياتك وحياة من تحب. في بداية الفيديو هنشرح طريقة عمل حزام الأمان، وبعد كده هنتفرج على حادثة ونعرف إزاي الصدمات بتأثر على كل جزء في جسم الإنسان. بعد كده هسيبكم تتفرجوا على حوادث حقيقية بدون حزام أمان علشان تعرفوا أن الموضوع خطير. نبدأ على بركة الله. أثناء التصادم الأمامي للسيارة وتوقفها تماماً بيظل الركاب متحركين بنفس سرعة السيارة وفي نفس الاتجاه، ومش الركاب بس، لأ ده أي شيء غير مثبت بجسم السيارة بينطبق عليه نفس القانون، زي الموبايلات والشنط وأي حاجة مرمية في العربية وممكن تكون نسيها هتشوفها في الحادثة لا قدر الله. الموضوع ده بيتسبب في أضرار خطيرة جداً، لأن الركاب بيتجهوا مباشرةً بنفس سرعة السيارة للتابلو والزجاج الأمامي وأوائم السيارة، والسائق عجلة القيادة بتدخل في صدره، وده أيامه سودة طبعا لأنه بياخد أكبر صدمة. وظيفة أحزمة الأمان والوسائد الهوائية إنها بتقلل سرعة الاصطدام بالأجزاء الصلبة في السيارة عشان تحمي الركاب من الموت. صممت أحزمة الأمان ليس فقط لتقليل سرعة الركاب، لكن الأهم إنها بتحافظ على مواقع الركاب علشان يبقوا في مواجهة الوسائد الهوائية، لأنهم لو تحركوا من أثر الصدمة ممكن أجسامهم تروح بعيد عن أماكن الوسائد الهوائية، ويبقى الغرض من الوسائد الهوائية انتهى. علشان كده في كتير من العربيات لو مش لابس حزام الأمان الوسائد الهوائية مش هتفتح، والتحذير ده بنلاقيه مكتوب على أحزمة الأمان. أما بالنسبة للوسائد الهوائية هنلاقي منها أنواع كتير، مش كل أنواع السيارات فيها العدد الكافي من الوسائد، لكن في أغلب السيارات هنلاقي الوسائد الأمامية اللي هي بتفتح من الطابلو وعجلة القيادة، ودي وظيفتها حماية الرأس والعنق والصدر للسائق والراكب الأمامي. وفي بعض السيارات بنلاقي الوسائد الجانبية اللي بتحمي الركاب من الصدمات الجانبية بالأبواب، بتحمي منطقة الكلية والضلوع الجانبية والكتف. وفي السيارات الغالية هنلاقي الوسائد الستائرية، ودي بتنزل من يمين وشمال السقف علشان تحمي الرأس والعنق من الصدمات الجانبية. بالنسبة لزجاج السيارة فهو مصمم بحيث عند الكسر بتتطاير أجزاء الزجاج المكسورة دي للخارج وليس لداخل السيارة، والكلام ده في كل أنواع السيارات الغالي منها والرخيص. السيارات الرخيصة اللي فيها وسائد هوائية عملية فتح الوسائد بتتم بالاصطدام، يعني لازم الاصطدام يتعجن للآخر لحد ما يوصل للزرار ويرن الجرس علشان الوسائد تصحى وتفتح. اما طبعا السيارات الغاليه فهي مصممه بحساسات بتقيس التسارع والتباطؤ وبتحدد اتجاه التباطؤ، ولما تحس ان سرعه السياره قلت بطريقه مفاجئه في اتجاه معين بتشغل كل الانظمه اللي عكس اتجاه التباطؤ ده، وبتدي الامر للوسائد الهوائيه بالفتح، وده بيتم في زمن 20 ملي ثانيه. مش كده بس، دي كمان بتشد احزمه الامان على الركاب قبل الاصطدام، وبتقلل من اثر الحادثه وتظبط وضعية الركاب قدام الوسائد الهوائية علشان لا يروحوا يمين ولا شمال. والجديد كمان ان احزمة الامان بتقيس قوة الضغط على صدر الركاب، ولما بتحس ان الضغط زيادة وممكن هو اللي بيتسبب في الضرر بتفتح الوسائد بدري، وبتريح الشد على صدر الركاب بشكل تدريجي. الوسائد الهوائية بتتفتح بعملية تفريغ لاسطوانة غاز النيتروجين، وبتوصل للحجم الاقصى في زمن 30 ملي ثانية. وبكده نكون انتهينا من شرح طريقة عمل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية. تعالوا بقى نشوف واحد صاحبنا اسمه ريتشارد وهو راكب عربيته. للأسف الأخ ريتشارد ما بيعترفش بحزام الأمان زي كتير مننا وبيعتبره خنقة وملوش لازمة. ريتشارد للأسف عمل حادثة، أكيد طبعا ما كانش عاوز يموت، عربيته خبطت ووقفت بس هو كمل رحلته، دماغه رشقت في الإزاز والدريكسيون كسر ضلوعه ودخلت الضلوع في الرئة والقلب، يعني هو اللي غز نفسه بذات نفسه. الله يرحمك يا ريتش، يا ما قلت له البس حزام الامان. المهم في الموضوع ان لبس حزام الامان ده سهل جدا بس برضه ما بنعملوش، انا مش فاهم ليه. انا هسيبكم على لقطات من داخل سيارات عملت حوادث والركاب ما كانوش لابسين احزمه الامان، اتفرجوا عليها للاخر يمكن تقنعكم وتلبسوا احزمه الامان. وفي النهايه اتمنى لحضراتكم السلامه وربنا يسترها علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.
बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ? Man, hit the red line, right? Are you okay? No, no. Hi. Hi. No. Call help. Son of a bitch. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.